الحوار الوطني الفلسطيني الذي اختتم أعماله، حيث أعرب المشاركون في هذا الحوار عن شكرهم لمصر قيادة وشعبا على ما تقدمه من إسناد للحوار الوطني الفلسطيني، مؤكدين أن الجلسات مكرسة لإنجاز كل ما هو متعلق بالانتخابات التشريعية. نحن نشارك اليوم في الجولة الثانية للحوار الوطني الفلسطيني، ونتقدم بالشكر لأهلنا في مصر، لمصر الشقيقة قيادة وشعبا على ما تقدمه من إسناد للحوار الوطني الفلسطيني. هذه الجلسات مكرسة اليوم لإنجاز كل ما يتعلق بالانتخابات التشريعية الفلسطينية وضمان سلامتها ونزاهتها بالكامل وضمان حسن إجرائها. تقدمنا كثيرا في هذا الملف، وبعد ذلك سنكرس النقاش لمناقشة موضوع المجلس الوطني الجديد وأهمية فتح الأبواب في منظمة التحرير لتكون البيت الجامع لكل القوى الفلسطينية في مواجهة التحديات التي تقف أمام الشعب الفلسطيني. نحن مصممون على السير بالعملية الديمقراطية رغم كل الضغوطات الخارجية التي تمارس ضدها، مصممون على أن نكون عند حسن ظن شعبنا وأن نستعيد ثقة هذا الشعب بالممارسة الديمقراطية إلى النهاية. نتمنى أن تكلل هذه الجهود بالاتفاق فلسطيني فلسطيني ينهي الصفحة السوداء من الانقسام البغيض، ولنذهب موحدين لمواجهة كل الاستحقاقات المطلوبة للمحافظة على مصالحنا الوطنية وإقامة دولتنا الفلسطينية. كل الشكر لمصر، كل الشكر لقيادتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الأمور تسير بطريقة إيجابية، هناك أجواء إيجابية في الحوار الذي ترعاه الشقيقة مصر، وأعتقد أن هناك أمال كبيرة معلقة على هذا الحوار، الأمال المعلقة من الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني التواقع للوحدة الوطنية، لإنهاء الانقسام، لاستعادة هذه الوحدة. وأعتقد أن الأجواء إيجابية ويمكن أن نبني عليها، وبالتأكيد سنصل إلى اتفاق ينهي هذا الوضع الكارثي والمأساوي، وفعلا نمضي قدما بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو القادم، ومن ثم انتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. فكل التقدير وكل التحية للشقيقة مصر لرعايتها هذا الحوار الوطني. والحوارات التي تمت في هذا اليوم، استمعنا إلى نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية السيد هشام كحيل عن ما يتعلق بترتيبات الانتخابات، وهو استمع إلى ملاحظات واستفسارات، وهناك قضايا معلقة وكانت تحتاج إلى تفاهمات فلسطينية وأيضا توافق وتفاهم مع لجنة الانتخابات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وإجراءاتها، الإشراف الأمني عليها في غزة، في الضفة الغربية، موضوع المحكومية، موضوع الاستقالة وغير هذه قضايا كانت عالقة. بعتقد أنه تم التفاهم عليها، والآن هناك لجنة صياغة مشتركة بين حركة حماس وفتح بوجود أيضا لجنة الانتخابات ومستشار قانوني لأجل وضع صياغات مناسبة. أنا بعتقد أنه الأجواء مناسبة، ليست هناك عقبات تذكر أمام إنجاز انتخابات المجلس التشريعي، وغدا إن شاء الله سيكون يركز النقاش والحوار على موضوع المجلس الوطني الفلسطيني، نعول عليها كثيرا. إحنا إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ودخول حركة حماس والجهاد الإسلامي لهذه المنظمة لتكون معبرة عن إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.